بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مظاهر الاتباع والابتداع في الحج. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج، مع ضيفنا الجليل معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، الذي نرحب به في مطلع هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. كنتم قد استفتحتم الحلقة الأولى بالتوجيه لمن أراد الحج وسعى القيام بذلك، واستفتحنا بهذا الحديث، ثم مر معنا الحديث عن المواقيت وعن الإحرام وما يتعلق به. نستكمل في هذه الحلقة أحسن الله إليكم. بينتم أن المواقيت المكانية 5 مواقيت، ووضحنا هذا في الحلقة الماضية. ما الفرق أحسن الله إليكم بين المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال، بقيت بقية تتعلق بالمواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن مر بها وهو يريد الحج أو العمرة. أما إذا لم يمر بها كمن جاء عن طريق الجو أو جاء عن طريق البر إلا أنه لم يمر بها وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يحرم من محاذاتها جوا أو برا. إذا حاذاها فإنه يحرم من مكانه المحاذي ولا يتعداه إلى جهة مكة وهو غير محرم، فهذا أمر يجب التفطن له، لأن بعضهم يقول إذا وصلت جدة أحرمت إذا كان في طائرة، هذا غلط، وإنما يحرم إذا حاذ الميقات من الجو وهو في الطائرة ولا يتعدى إلى جهة مكة وهو لم يحرم. إحرامه يصح، ولكن يكون ترك واجبا من واجبات أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، وهو تجاوز الميقات بدون إحرام، يكون عليه فدية، يجبر ذلك بفدية، لأنه فعل محظورا أو ترك واجبا وهو تعدي الميقات بدون إحرام. نعم. أما أشهر الحج، نحن فرغنا من المواقيت المكانية. نعم. أما أشهر الحج فهي المواقيت الزمانية التي قال الله جل وعلا فيها الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا أحرم في أولها أو في وسطها أو في آخرها فقد أحرم في أشهر الحج. وإذا طلع الفجر من ليلة عرفة، إذا طلع الفجر من ليلة عرفة أو الليلة التي بعدها يوم عرفة، فإنه فاته الحج في هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بعد أن يحرم الحاج ويتجاوز الميقات، يشرع في التلبية، وهي شعيرة عظيمة كما هو معلوم. نود أن نتعرف أحسن الله إليكم على صفة هذه الشعيرة العظيمة، ومتى تنقطع هذه التلبية؟ التلبية سنة من سنن الإحرام، فالمحرم يسن له أن يشتغل بالتلبية من حين يحرم إلى أن يشرع في الطواف إن كان معتمرا،
أو حيلة حين يشرع في رمي الجمار إذا كان مفردا للحج، فإنه يلبي في هذه الفترة ما بين نية إحرامه إلى أن يشرع في طواف العمرة أو في رمي الجمرة إن كان مفردا للحج. ما إن كان متمتعا أو قارنا فإنه يلبي إلى أن يشرع في طواف العمرة أو طواف القدوم. ثم لأنه إذا طاف شرع في طواف العمرة شرع في التحلل، فينتهي وقت التلبية. والتلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك. كررها بين كل حين وآخر، ومعناها لبيك أي إجابة، تلبية هي الإجابة، أي إجابة لدعوتك على لسان إبراهيم خليلك حينما أذن بالحج بأمر الله سبحانه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فأذن إبراهيم عليه السلام يدعو الناس إلى الحج ويقول إن الله، أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فكل من أتى يريد الحج أو العمرة وأحرم فإنه يكون مجيبا لهذا النداء، لبيك اللهم لبيك، أي مجيبا لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم. لا شريك لك فيه الإخلاص لله عز وجل، لأن أهل الجاهلية كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى من الأصنام والأنداد، ومشركوا هذه الأمة كانوا يشركون بالله بدعاء الأولياء والصالحين والأموات، وهذا شرك أكبر يبطل جميع الأعمال. فالملبي يخلص عمله لله فيقول لا شريك لك. كانوا في الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعنون بذلك الأولياء والصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين، فإنهم يتقربون إليهم ليقربوهم إلى الله زلفى كما يقولون، ويتخذونهم شفعاء عند الله، بمعنى أنهم يشركونهم مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا المسلم الموحد يقول لا شريك لك، ردا على هذه العقيدة الباطلة. نعم، أحسنت، أحسن الله إليكم. من الناس اليوم من إذا جاوز الميقات وأضحى مشروعا له أن يلبي بهذه التلبية العظيمة، اشتغل أحيانا بضحك أو حديث لا ينفع أو حديث حتى يبلغ مقصده، مغفلا لهذه السنة العظيمة، توجيه معاليكم لمثل ذلك. على المسلم إذا دخل في الإحرام أن يستشعر أنه دخل في عبادة عظيمة، فلا يدخل عليها شيئا يخل بها من الكلام المحرم أو الكلام الذي فيه رفث وهو تحدث في الجماع ودواعيه، فإن هذا منهي عنه في القرآن. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ودواعيه من كل ما فيه ذكر للجماع، حتى عقد النكاح لا يصح ولا يجوز من المحرم سواء له أو لغيره، فإنه لا يجوز للمحرم. وكذلك الخطبة، خطبة النساء لا تجوز وهو محرم، بأن يخطب لنفسه أو يخطب لغيره امرأة، بل يتجنب هذا، لأن هذا كله يدخل في الرفث. فلا رفث ولا فسوق وهو المعاصي،
جميع أنواعها سميت فسوقا، لأن الفسوق معناه الخروج، المعصية فيها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا جدال في الحج، والمراد بالجدال هنا المخاصمة بغير فائدة. أما الجدال بالحق قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال الذي يراد به إظهار الحق أو رد الباطل هذا مطلوب من المحرم وغيره، إنما الجدال الذي لا فائدة فيه أو في أمر من أمور الدنيا فهذا منهي عنه المحرم. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم أخيرا بأنه من المعلوم أن ثمة أنساكا متعددة، فمن أنواع يعني ينبغي أن يختار الحاج أحدها، هل ثمة فروق بين هذه الأنساك تقرب للحاج لتكون عونا له على اختيار أفضل هذه الأنساك؟ من يريد الإحرام فإنه يخير بين ثلاثة أنساك: التمتع أو القران أو الإفراد. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يتحلل من إحرامه لأن عمرته قد انتهت. فإذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من الحجة فإنه يحرم بالحج، فيكون أتى بحج وعمرة ويكون عليه فدية، لأن هذا هو التمتع. من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. والثاني القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة بنية واحدة، فيدخل العمرة في الحج، وتكون أفعال الحج أفعالا للحج والعمرة، طواف وسعي، فيطوف للحج والعمرة ويسعى للحج والعمرة ويحلق أو يقصر للحج والعمرة، ويكون عليه فدية لأنه نوى نسكين، لكنه لم يفصل بينهما بتحلل مثل ما كان المتمتع، فلكونه جمع بين نسكين يجب عليه الفدية، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. والنسك الثالث هو الإفراد، بأن يحرم بالحج فقط، ليس معه عمرة ولا قبله عمرة، وإنما يحرم بالحج، فيبقى على إحرامه من الميقات إلى أن يتحلل يوم العيد بأداء المناسك من رمي للجمرة وذبح للهدي يعني أداء المناسك يوم العيد وحلق أو تقصير. فهذا هو الإفراد، هذا هو الإفراد. لكن المفرد أو القارن إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة، يطوف طواف القدوم وهو سنة، لكن يبقى على إحرامه كما ذكرنا إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد. أحسن الله إليكم. يعتقد بعض الناس أخيرا مع الشيخ أن الإفراد منسوخ، من الذي نسخه؟ ما جاء له ناسخ، ما جاء له ناسخ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا معه، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أخيرا أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، من يعتقد اشتراط سوق الهدي للقارن، سوق الهدي، سوق الهدي للقارن، أن يسوق معه هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا شرط لصحة نسكه؟ لا، المهم أنه يذبح فدية
فدية التمتع، سواء جاء بها من الحل أو اشتراها من الحرم، المهم أنه يذبح هدي التمتع أو القران. وأما كونه يسوقه من الحل فهذا لا يلزم. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة الثانية من برنامجكم مظاهر الاتباع والابتداع في الحج، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ هذا البيان وهذا الإيضاح، شكر الله له وأثابه وضعف مثوبته. الشكر في ختام هذه الحلقة لجميع الزملاء فريق العمل، هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.